رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل، والحين مع فقرة غريب عجيب. يا مرحبا وسهلا فيكم، معاكم معين البستكي في برنامجي وبرنامجكم، برنامج من الآخر. اليوم جايينكم بعرض شوي مختلف على اللي شفتوه مني في البرنامج. الشيء اللي كان دائما يدهشني ويخليني افكر ان احيانا الواحد يوم انه يقص عمره بالسكينه وما يشوف بالغلط، ما يحس بالالم الا يوم انه يشوف الايد ويشوف ان الدم نازل منه، او ان انت فاتح الماي وما بعرف انه هو ماي حار او انه بارد، ولكن حاط ايدك يوم تشوف انه حار عقب تحس بالالم. هل ان الواحد ممكن يسيطر على الالم ويستغله باشياء مختلفه؟ خلينا نشوف. احنا بنطلب من الاستاذ بدر يطلع لنا فوق على الستيج، وتصفيقه حلوه له، يستاهل. عاش بالاخضر، عاش بالاخضر استاذي بدر. يا مرحبا بك، تيني بس شوي هني. اللي باك الشوي معين، هلا الله في ولدنا. ها حاضرين، انت عين المشاهدين والجمهور اللي حاضر، اباك تشيك وتحاسب هل ان الزجاج اللي موجود هني اصلي او انه لبان او انه اي حلاوه من انواع الحلويات. فشيك هل ان الزجاج هذا اصلي وتاكد منه وحاسب. حاسب حاسب. اصلي؟ ايش قام باصلي؟ اصلي؟ اي اصلي. زين، حسب ان ناكد بزياده جايب لك غرسه ثانيه. اصليه؟ هي اصليه. اصليه. اباك تلبس القفاز. اعطني هاي. توصلي شيء؟ طلع اللي في الفرن. بتلبس لها الجوجل؟ ها ما بلدية. قبل لازم تعطيني اياها. ما بلدية استوى. ها ارباب. اللي اباك تسويه. ما بلدية. انه تكتب اليمين؟ ايه. امسك باليمين. عندك الهمر هذو. زين. تحط الزجاج على، تحط اللي وياك الغرش على الزجاج. زين. حطه. اوكي. انزل وباك بضربه قويه تكسرها. انا اكتب باليمين، بضرب باليمين. يا برايه. اكسرها؟ ايه. لا لا. اقوى اقوى. اقوى. في النص. ايوه في النص. في النص في النص. ايوه كسرها. تصفيق له. قوي. بعد شوف. جلافز. يلا شغل اليوم خلاص. بكره ان شاء الله. والجوجل. اللي بطلبه منكم في ثواني، وخاصه الصغاريه في البيت اللي ما يجربون هالشيء ولا يسوونه لان ناس متخصصين في المجال، تعلموا ويسوون هالامور. بدك تمشي على الازاز؟ بنشوف الثواني. تاكل ازاز؟ بدر انت جاهز؟ بدر انت دورك خلص؟ لسه لا يكون واقف. زين ليش؟ ايش معنى كله بدر؟ ليش مغير؟ ممكن كريم جرب؟ بدر لا انا شعري اللي باك تسويه. اباك تشيك هل ان هالبلايند فولد اصلي ولا لا؟ اصلي اكيد. اصلي. Thank you.
دم ولا حاجة؟ عادي اه عادي بقى امسح عادي. واو بقول لك ايه اللي حصل حاجة. زي ليش خاطرت نفسك؟ ايش مخلي بدر يخاطر؟ ايه راح فين؟ ترى تجربة هو طلع فوق. تعمل ايه؟ لا راح فين؟ لا لا ايوه يبغى يطلع فوق. ايوه لو لا اسمح لي. لا او ماي جاد او ماي جاد بدو. لا لا بقى تقول لي متوحش يا متوحش. من الاشياء اللي دائما انا انبهر بها، انا ما اعرف ليش هاي رقبتي للحين. يلا من الاشياء اللي انبهر بها احيانا او ان تجيني ان على اخر الشهر مخلص معاشي ما عندي فلوس، وكوني ساحر او لاعب خفه لازم اطلع لي باساليب ان انتج لي شويه مبالغ وفلوس. وحين احنا على اخر الشهر على ظني هيدي لازم نتعلمها كلنا طبعا. لو تعملوا رقم كلكم على عدد ثلاثة تقولون واحد اثنين ثلاثة. يلا واحد اثنين ثلاثة. هذا عشاء لكم اليوم، ما قصرتوا. ثانك يو فيري ماتش. لا 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 تعال جيبه 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 الصندوق هناك. ثانك يو فيري ماتش. شوفي شوفي عبد الله انت اعطيته هديه مسمار. ايه الصندوق حقي انا هالخشب تستاهل باللي فيه. راح تحاضرين ما تقصر. يلا مرحبا بكم. شكرا لك. شكرا أزين. شكرا لك معي. عسى بنا نختم الحلقه هاي بشيء حلو وياه. حبيت ان اعلمكم حركه. تبون تعلمون شيء؟ آه ها كي. يلا حلو. من الاشياء البسيطه اللي دائما انا اسويها لما اكون بمكان متواجد وفي تبريد اسوي لهم الحركه هاي. ابغاك عبد الله تتركز وياي. تاخذون التبريد حتى لا تدخل عاد يتعلم على عمرك هذا. ما بدي اتعلم انا. تراي انا تعلمت ايه بقى هنا؟ كيف علمنا كيف شفتوها؟ تبون تعلمونها؟ ايه اكيد. ها يلا براويكم اياها ستيب باي ستيب. ركزوا وياي عشان تسوونها ويا ربعكم ويا اهاليكم ويا عيالكم. تاخذ الكبريته وتولعها. حركه انك تطفي الكبريته بلسانك جدا بسيط، لان اللسان اوريدي فيها سلايفه. انزين فيها وانت بكرامه تفال يعني. ففيها سلايفه، فانت يوم تطفي الكبريته على لسانك اتس فاين. الخدعه وين؟ تبى تجربها بدر؟ نحرق بدر اليوم؟ لا لا وين اجرب احط شيء. تعال بعلمك. جرب انت. تفضل تفضل صفقوله. يستاهل. انت قاعد اقول لك عادي. هاي كبريته هاي يوم تشيلها شيء يوم شفتوا اول ما يولع، اول ما ان الكبريته تولع تكون كثيره، عقب يوم انها تخف هني تولعها. سويها مره ثانيه. انا تعلمت. تعال بيني. لا لا زين تاخذ الكبريته طلع لسانك. بحطها في لساني؟ لا 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 حطها لسان عبد الله. زين يوم تحط على لسانك انا ايش سويت؟ which is normal try it. ما بتحترقون يعني. ايش سويت يوم اني قصيت اللهم الراس مثل ما شفتوا؟ يوم طفيته كسرتها بلسانك. هيك كسرته بس راويتكم اياها ان انا كسرتني صح؟ وبعدين رجعتها صح ولا لا؟ ولكن الخدعه وين؟ يوم تطفونه
يوم تنزلونه تقصون وين؟ الطرف الثاني. الطرف الثاني تنقص وتراون حق ربعكم. ماشي. احنا انت هني خاش على الطرف اللي تحت. هم على بالهم انك ها تستاهل تصفيقه؟ على بالهم انك قصيت الطرف الاولاني اللي فوق ولكن تقاص الطرف الثاني. عقب تشيلها وتنزلها تحت شوي شوي، ليش؟ تخليهم يركزون على الوجه. انك قاعد تسوي شيء، انت هني شو قاعد تسوي؟ قاعد تحط صبعك هذا ورا الكبريت. اوكي؟ شي؟ انا حاط صبعي وين؟ ورا الكبريت. انا قاعد اسوي لكم شي والصبع نزل ورا الكبريت. عقب تلفونه على اساس انه اتس اوت ذير. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا لك، ابهرتنا بكل العروض اللي تقدمها. تحتمر. بس المره الجايه يعني ابغيك تسوي شيء اخطر من كذي بوايد. ها هالخشم وعد. عفا عليك. مشاهدينا الكرام بنطلع لفاصل مع هذا الوعد وبنواصل.